من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا
ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 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 والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم
والله عليم بالظالمين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هنسمع الجديد اللي احنا حفظناه مع بعض 3 مرات ونجيب من اول ربع ألم ترى إلى الذين خرجوا كمان مرة يعني 4 مرات ونسمع الماضي بتاعنا اللي بنسمعه كل مرة 5 أرباع. أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم وأن يجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم.